أعلن نادي توتنهام رسميا عبر موقعه ضم الدولي الإيفواري سيرج أوريي قادما من باريس سان جيرمان. النادي الإنجليزي أعلن عبر موقعه الرسمي أن عقد الظهير الأيمن سيمتد لغاية 2022، وسوف يرتدي اللاعب القميص رقم 24. ولعب أوريي لفرق لانس وتولوز قبل أن ينضم لفريق العاصمة باريس أو باريس سان جيرمان عام 2015 ويفوز معه بالعديد من الألقاب. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو سمحه لرياض محرز لاعب ليستر سيتي بمغادرة معسكر المنتخب تمهيدا للتوقيع لنادي جديد. أوضح الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أن مدرب الخضر سمح لمحرز بالسفر إلى أوروبا لفترة قصيرة لتمكينه من التوقيع لفريقه الجديد. ويكشف المصدر ذاته أن نجم ليستر سيتي لن يرافق بعثة منتخب بلاده التي تتوجه إلى لوساكا استعدادا لملاقاة زامبيا ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم. وكانت تقارير صحفية كشفت أن محرز محل اهتمام أندية تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرشلونة. ويقال أنه سيبقى أزرقا. وصل البرتغالي الدولي ناني إلى إيطاليا تمهيدا للانضمام لنادي لاتسيو. أعلن نادي العاصمة الإيطالية عن وصول ناني إلى مدينة روما، حيث توجه من هناك مباشرة للخضوع للكشف الطبي قبل إكمال إجراءات الانتقال الرسمية من ناديه الحالي فالنسيا. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصفقة ستكلف خزائن نادي لاتسيو 15 مليون يورو. قدم فريق روما رسميا لاعبه الجديد التشيكي باتريك تشيك بعد أن وقع معه عقدا على سبيل الإعارة قادما من سامدوريا. اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أكد أن اختياره روما جاء بسبب طريقة اللعب التي يعتمدها الفريق والطموحات العالية التي يحملها. لماذا اخترت روما؟ الجواب ببساطة أنه ليس هناك فرق بين روما ويوفنتوس، كلاهما من فرق المقدمة ويمتلكان نفس الطموحات. علاقتي بروما عاطفية وأعشق أسلوب لعبهم. الأمر بهذه البساطة.